بسم الله. يوم تتوج تلك الجهود العظيمة التي قام بها الشهداء بهذا الصبح معلم لنشر الهدى والنور والخير والوسطية. والجزائر معروفة بعلمائها من أمثال عبد الحميد بن باديس وجمعية علماء الجزائر وكثير من علماء الجزائر بالوسطية وبالاعتدال والمساهمة في نشر دين الله. جامع الجزائر ثالث جامع في العالم من ناحية الضخامة والمعمار، وأكبر جامع في القارة الإفريقية التي نحن فيها، سيكون إن شاء الله تعالى منطلقا لهذه الدعوة الإسلامية وتجديدها. عندك شو؟